معاك المواطن تامر احمد. ماشي، انا معايا ولدين امهم وحماتي وولاد اخت مراتي طالعين يتفسحوا. هم ماشيين على المركب، جه صندل خبطهم في نص الميه. ولاد البلد ديت ان شاء الله بكره ان شاء الله كانوا هيبقوا رجاله البلد اللي يحموها. وهم ماشيين الصندل خبطهم وداس عليهم، صندل كبير داس عليهم، مفيش اي استغاثه. بعديها بساعتين بالظبط جم بتوع المسطحات، ساعتين ونص بالظبط، بعد ساعتين ونص اللي انقذ يعني اللي لحق الميتين اللي في الميه الصيادين. الصيادين هم اللي لحقوهم. ماشي، ابني عنده سنتين طلع من الميه، حماتي طالعه مصابه متعوره وميته. ماشي، ولحقوها. ماشي، احنا بنتبهدل. فضل عايشه دي؟ لا دي توفت، حماتي توفت، حماتي توفت، احنا بنتبهدل. في حد من اللي عندكم حي؟ مفيش الا حاله واحده. ماشي، ديت اللي طلعت حيه. ماشي، ضربوها على دماغها، ولادي ومراتي وحماتي واثنين اطفال طلعناهم. ماشي، ناقص طفل بقى له 5 ايام في الميه، ما يرضيش حاليا ولا ما يرضيش، لا كفره ولا حتى اقول لك ايه صهاينه، ما يرضهمش الكلام دوت. احنا بنتبهدل، عيالنا اللي كانوا هيبقى اولادك يا سيسي بعد 20 سنه تبقى قاعد انت مش تمشي. اللي ماسك البلد ديت ما بيمشيش الا بالساهل. ماشي، عيالنا اهلي كانوا اولاد البلد دي بعد 20 سنه اللي ماسكين السلاح بيترموا ما لهمش ديه. عندي ابن اخويا ابن عديلي في الميه بقى له 10 ايام اهوت، 10 ايام في الميه مش عارفين نجيبه. جايبين لنا اول يومين غطاس عنده 60 سنه شايل اسطوانه رواية على بوزه هو، بس ما فيش الا الله يبارك له العقيد حازم، الراجل مش سايبنا والله العظيم، انسان ومعندوش امكانيات، ومعندوش اي امكانيات. عايزين تفاضل بشريه، ما طلبش دعم هو اللي يجيب، ما عندوش امكانيات، ما حدش رد عليه. لازم عايزين تفاضل بشريه تجيب الولد دوت. وفي بنت حامل مرميه في الميه، يرضي مين؟ 10 ايام في الميه، ده لو واحد حط ايده في ساعتين في الميه بيبوش. مش حال بقى دول الطفل عنده 7 سنين والست حامل، ماشي، عندها 25 سنه، ماشي في الميه، حرام ولا حلال؟ الايام اللي فاتت دي المسطحات شغاله، المسطحات مفيش الا هو العقيد حازم، ده واحد اثنين شغالين، هم اربعه غطاسين. العقيد حازم الله يبارك له، الراجل ما حسبناش، والصيادين الله يبارك لهم بيدوروا، واحنا اي حد بيقول لنا ده في حاله في الحته الفلانيه بنجري عليها. انا لسه اهو عربي قاعدين لسه في الميه لغايه دلوقتي، قال لك في عند اسئيل جري باللانش مع العقيد حازم. انا الراجل دوت الله يبارك له انسان، بس بقيه الدوله انا ما شفتش فيها مسؤول. والله العظيم انا ما شفتش الدوله دي انا محافظ ولا رئيس حي، رئيس حي رحت له ما ادهدوش. والله العظيم رئيس حي ماشي، ما فيش حد، ما شفتش حد، انا ما شفتش حد، ما شفتش مسؤول، انا والله العظيم ما شفت لغايه دلوقتي ما شفت مسؤول. احنا متبهدلين، احنا البلد دي احنا ما خدناش منها اي حاجه، والله ما خدنا منها حاجه، لا وظيفه ولا اي حاجه بنعملها، اي حاجه بنعملها في ديت احنا بندفع ثمنها. والله العظيم شقيانين وتعبانين على العيال ديت، وطالع عينينا ومتمرمطين، وبناكلهم حلال، احنا عايزين ناكلهم حلال، اذا الحرام ما فيش اسهل منه، بس احنا بناكلهم حلال. الواحد بيحرم نفسه عشان خاطر العيال ديت كانت تعيش، لكن يعيش عيال تبوك دوت بكل سهوله في قلب المايه في الضلمه، حتى ما فيش حتى مؤاخذه في كلمه كلب ينقذهم. الله يبارك للصيادين، والله كلامك صح. والمحافظ ما جاش، ما شفتش حد، انا لغايه دلوقتي ما شفتش حد، ولا محافظ ماشي، ولا رئيس حي، ولا اي حد. قول له لو ابنك، قول له لو ابنك هتعمل ايه؟ مفيش حد خالص، احنا بادل. حماتي ست كبيره، ويصور ويعمل شو، حماتي ست كبيره ماشي، لحقوها في الميه متوفيه. احنا متمرمطين، احنا متمرمطين في بلد دي. انت قاعد هنا انا من يوم الاربع، يوم الاربع بالليل شغلك وسايب حالك. ما في، ما لا الله، ابني الاولاني اتدفن مع حماتي يوم الخميس الصبح ماشي، مراتي وابني الثاني طالعين يوم الجمعه من الميه. ولدين ثاني، ولدين وحول ماشي، مراتي وابني الثاني طالعين من الميه يوم الجمعه، دفنناهم بعد العصر ماشي. الولد اللي فاضل دوت ها، والواد اخوه طلع مع اخوه مع ابني الثاني، والواد اللي فات ده بقى لنا 10 ايام قاعدين في قلب الميه. الواد والست بقى، والست الله يرحمها ويطلع لنا على خير، لان زي احنا متبهدلين. انا مفيش كلام، انا بقول لك يا سيسي مش هقول فخامه الرئيس ولا نافقك، انا ابن البلد ديت، انا ابن البلد دي وشايان فيها وطالع عين امي فيها. احنا عايزين حقنا في العيال ديت ترجع. الواد دوت يجي لنا يا عم، هو رئيس بينا، الواد ده يجي لنا، احنا عايزين نفاذة بشريه تيجي من الجيش. في حاجه اسمها عندنا نفاذة، بقول لك احلى جيش مصر
انقذ عيالك، انقذ عيالك وحافظ على الباقيين. احنا فاضيين حبه، خلاص احنا بنخلص من يوم الثوره ما قامت. احنا عاملين نموت، مفيش حاجه اسمها ثوره، دي نكبه مش ثوره. احنا اتمرمطنا، احنا اتمرمطنا. حسني مبارك في عهده ما حصلش كل المده كله. عساكر، عساكر تموت ونصارى يذبحوا في ليبيا وهنا واخرها اخرها ها اطفال وستات، يعني ما همش حتى الراجلين بس هم اللي كانوا في الميه، الباقي كله حريم واطفال. يعني ده بيقول لك لو هتقتل واحد ما تقتلش الحريم ولا الاطفال ولا الشيوخ. اللي ماتوا اطفال ابرياء، بيقول لسه بيقولوا بابا وماما وعايزين قرش والكلام دوت. احنا اتمرمطنا، ارحمونا بالله عليكم، ارحمونا. احنا كل شويه عمالين ننتهي واحده واحده. ناس تدور، عايزين ضفادع، انا عايز ضفادع بشريه تنقذ الولد دوت. الست والست الاثنين مع بعض عايزين ضفادع بشريه تنقذ الميه. وفي حالات بتطلع من الميه غلط ما نعرفهاش، يعني في ناس غرقانه غلط كمان، يعني ما فيش بلاغ عنها بتطلع من الميه. عايزين ضفادع بشريه تبع الجيش، حقهم كمصريين. عايزين حد يسال اي واحد ماشي في الميه معاك رخصه ولا معاكش رخصه. عايزين حاجه كتير. ده البر دوت، البحر ده زي البر، لو حد ما هناك جوه نوت بيسيبوا في صيادين، بيسيبوا ناس يقول لك ما ليش افتح بتاع الهويس، يقول لك مش عايز افتح الهويس عشان ما يجيليش مشاكل، ويفتح ويسيبه ويمشي. عايزين نحافظ على نفسينا. اليهود العسكري عندهم ب 10 عساكر من عندنا، ب 1000 يا عم، عندهم تعويره، التعويره بنكبه. احنا خدمنا الجيش دوت، خدمنا الجيش دوت وقعدنا في جيشه واتمرمطنا في قلب الجيش دوت. احنا اتبهدلنا ماشي، وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي ما ينفذش حاجه من اللي احنا بنعملها بنقولها دي دلوقتي.